السلام عليكم. عليكم السلام. حبابك ان شاء الله كويس. حبابك اليف. سلام عليك. الحمد لله. الله يا اخي دارك في موضوع. موضوع شنو؟ موضوع حام والله. هام يعني بضاعة نقول ليكم ولا أي شيء؟ لا 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 موضوع تاني. ده موضوع شنو يعني؟ موضوع دايرك تبقى أبوي. انت أنا ماك نصيحة ولا شنو؟ ها؟ لا انت كماك نصيحة أنا بخلك نصيحة. ما دار أقول لك هي دايرك تبقى أبوي في المدرسة بس قدام الناظر. أنا هو يعني كلامك كيفين قدام الناظر أبو أبوك؟ الناظر ما قال لي جيب ولي أمرك ولي أمري شغال. أيوة هوي أنت كان عندك سنقلينا فوق راسك أمشي سويا بعيد قوم أمشي 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 هوي هوي عندنا شغل عليك النبي أمشي. قلت لك أنا بصلحها معاك والله أصلحها معاك. أصلحها معاي؟ أيوة أصلحها معاك. كيف إذا أصلحها معاي؟ أديك 20,000. 20,000 هو أبوك؟ 20,000 توك أبوي. أبقى أبوك ب 20,000؟ أي التربية وقفولة وكله ب 20,000. هاي أنا أمشي هناك أمشي أمشي أمشي. أسمعني بزيد لك بزيد لك 10 ثاني. يعني أبقى أبوك كيفين أشرح عليه يا أخي؟ 30 في المدرسة هناك عند الناظر. تقول لي وأنت أبوك وين؟ أبوي شغال. وأبوك شغال أنا ساعتين ما شغال؟ لا ما دار أقول لك. أفهمني 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 أنا. أي فهمتك ما فهمتني. ما فهمتك كيفين. أبقى أبوك كيفين عاد. الناظر الناظر. أنا عندي سبعة شفع. باقي أبوه يبلي واحد بصليحة قدر ده بقيبوي. أبقى أبوه لا. الناظر قال لنا يبلينا جوا لأمرك. أنا بديك 40,000. ادينا 40,000 أبقى لأمرك. أي وين؟ في المدرسة عند الناظر. 40,000؟ 40,000 ولأمرك ما دار تجيبوا لي. قاتل لك قتلة عجلة. أزولها وين هو أنا بعد لك بصوتين حرمل فوق راسك بيطير. أمشي أمشي فوق اللي أمشي. أسمع أسمع عاد كيفين أبقى أبوك يا أبو. بسوي لك 50 خلاص. 50,000 أبقى أبوك. أي لا لا شو يا أخوي. ها قلت لك أمشي 50,000 دولة بحق حميلة. 70 كويسة معاك. 70,000. أي لا لا ما بتنفع. أي أنا هوي امشي. وريني داركم انت داركم. ها اخوانا دي وقع شنو ده نبقى نلبو والسعيد ابقى ابوك. هاي بمية الف يا اخي. مية الف؟ ايوه مية الف. ما كثيرة ما كثيرة ما كثيرة على ابو. خلاص ابوي ارحم. تدفع عليكم مية الف عليه الطلاق. تدفع مية الف ابقى ابوك وابقى جدك وابقى قبيلتك. اركب اركب ولا طيق يركب. اركب 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 يا جنة مخلوع كذي مثل الضب. المية تليف. تفضل يا ولد. انا مش قلت لك لو ما جبت ولي امرك ما تجيني هنا؟ السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ سلم. الحمد لله. الله يبارك فيك. ازيك يا حضرة الناظر؟ الحمد لله. أجينا نظاره؟ زود عمرك؟ أنت زود عمرك. أي عين البطن بطرانة. لا هي فعلا بطرانة. شوف يا حاج. نعم. الواد بتاعك ده متسيب. متسيب؟ متسيب. ما بيجي المدرسة. ما في مدرسة علتها؟ بيحلوا دول شوية. ده لو 7 سنين. 7 سنين قاعد في سنة ثانية. 7 سنين في سنة ثانية؟ 7 سنين في سنة ثانية بالإضافة لإنه ما بيحترم أساتذته وبصفة تنباك. بصفة تنباك؟ بصفة العماية؟ ده يا حاج ما بيعرف وز من ضص. ضص ده يا سيدي انا لا اعرفها علتها ولا انا لا اعرفها. هسه انا ما ضص حصاني السوق وضص البيت. ده انا ما ضص ما يضصك فوق عينك ده علتها. منو يشيشك ده بليد؟ اي بليد؟ والله يا حاج ده ما بيعرف الا اتان من البغله. شنو؟
الأتان من البغلة. البغلة ما نعرف الأتان نحن. ما بتعرف الأتان؟ ما بعرف الأتان. أنثى، أنثى الحمار. مرة الحمار أي بعرف. أيوة بس. أهو ثاني ماله؟ ده؟ ده لو كنا لو أعمل كومبوزيشن. كومبوزيشن ماذا؟ يا ولد يا ولد يا ولد في زول ما بيعرف الكمبو؟ لا الكمبو ذا يا بابا عليه الطلاق انا بحصان بالكار وتعيد ابي شاق الكمبو تبو يا حاج الكمبو كمبو ايه يا حاج ايوه قلنا لك كومبوزيشن اللي شنقول انت يا اخي اذا الكمبو ما تعرفه اعرف ايه ده ما بيعرف اي حاجه ده متسيب وساقط في كل المواد طيب في كل المواد؟ كل المواد أقول لك حاجة حرف الناظر وصف الكلام أيوة أنا ما بعرف قلت الكلام ما بعرف أسب إنتوا ليكم اللحم ونحن لنا العظم لا بس دي مرحلة انتهت ها؟ أه؟ دي بتاع زمان هسه المفروض يكون عنده مخ ولا ده ما عنده أي حاجة والله المفروض تكون عندك مخ أنا شايف وديت ما بربى تب حرم ما مربى انت ده ما مربى ده ما مربى دقيقه حاجه عليه الطلاق يا حاج دقيقه ما مربى ولا مربى ولا مربى انت ما مربى ما مربى